كريم خلينا نبدا معاك. هو ما عندناش غير مباراه الارجنتين وكرواتيا، ولكن مباراه فيها كلام كتير جدا نقدر نتكلم فيها، لانه لم يكن احد يتخيل ان تظهر المباراه بهذا الشكل طبعا اكيد، او تنتهي بهذه النتيجه الحقيقه. طبعا لا، والاداء حتى بصراحه والأداء واضح على جدا جدا. المنتخب الكرواتي تاثر بانه لعب كذا مباراه ورا بعض لدقيقه 120، ده واضح جدا جدا بدنيا. الفريق فعلا انهار تماما بعد يعني اعتقد 20 دقيقه من ركض ورا ميسي. ميسي بصراحه فعلا بيقدم مونديال، بيقدم نسخه من ميسي برشلونه مع جوارديولا. بصراحه ميسي بيعمل كل حاجه، يعني مفيش حاجه فعلا ما بيعملهاش. فطبعا الصراحة يعني انت نمشي، بس الصراحة عنده حق، عشان انا وانت نمشي بقى، ما هو خلاص. لا لا عسى عنده حق. يوم الاحد ماتش الساعة كام؟ خمسة. خمسة الساعة 7:05 الأرجنتين توجت بالمونديال، الموضوع انتهى. كل حاجة ميسي أعظم لاعب في التاريخ بدون منازع. بس فعلا؟ للأمانة كريم، للأمانة بح. حتى لو ما خدش كأس العالم، لا 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 لا، مين ما خدش كاس عالم؟ ده هيتحفل عليه تحفيل. لا سيبك من التحفيل، لا التحفيل تحفيل الهزار ده. لا لا لا، ده يبقى فاينل كام يخسر؟ التاني ككاس عالم، كاس وكوب امريكا. ماشي، بس هو كده يعني، بس هو كده يعني كوب امريكا، كوب امريكا وكسرها مره. ماشي، بس قصدي يا كريم يعني ميسي موهبه، يعني موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، غير ان هو اشتغل نفسه 15 سنه بكل الانجازات دي، بس برضه صعب. يعني الحفله تمام، انا معاك في الموضوع الحفله، بس المقارنه ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو وكريستيانو في اشدها دلوقتي، لان طبعا رونالدو بصراحه بعد اللي حصل يعني في المغرب بصراحه يعني لا خلاص انا اسف. طب يا جماعه بعد اذنكم انا هقوم امشي، عشان انا ما بحبش، انا خلي بالكم بتنفس بسرعه، فيعني لسه لاعب كوره، لسه لاعب كوره، فمش قادر اقف اساسا، وصاحب من 7 الصبح في اجتماعات، فيعني بص مش شايف كل حاجه ورا بعض النهارده الحقيقه. وميسي كسب ورونالدو طلع، فيعني اليوم لطيف. فطبعا المباراه بصراحه يعني جونت الفارز الاول يعني دنيا، لا الماتش مش ماشي سجال. احنا قلنا ان كرواتيا هتلعب بال 4-5-1 وهيجولوا الارجنتين للاكسترا تايم، كرواتيا كانت الافضل، ضربات ترجيح تاني، لكن واضح جدا هم متاثرين بدنيا. وطبعا بصراحه ميسي فعلا، ميسي كان صعب جدا يتلعب عليه مان تو مان النهارده. بروزوفيتش كان في أسوأ مستوى له ممكن، بصراحه مستوى سيء جدا جدا جدا. كوفاسيتش برضه خط، ده احنا عاملين نقول خط وسط كرواتيا. كوفاسيتش، تخيل انك كوفاسيتش كان افضل الوحشين. يعني كلنا توقعنا بروزوفيتش هو اللي هيمسك ميسي وهيلعب مان تو مان معاه، ان هو فعلا ميسي لازم يتلعب معاه مان تو مان، مش اقرب واحد. من صعب جدا انك تخليه اقرب واحد، اقرب واحد يخش خلاص هيجري، يعني ما حدش هيلحقه. لكن لو مان تو مان زي مثلا يعني مستر مانويل لما كان دايما مع شيكابالا، حسام عاشور، خلاص حسام عاشور نزل سايب الماتش خالص، او حازم امام، او حازم امام. فدي في وجهه نظري الطرق اللي بتنفع مع النجوم المهاريين. فهو النهارده بروزوفيتش بصراحه ميسي رقص الناس كلها، ده الجون التالت مش ممكن، مش ممكن تستاهل الجون التالت واخده وعلى الخط، يا حد نعظم في اللعيب بتاع كرواتيا اسمه ايه، الاستوبر التاني الطويل قوي ده اللي لابس الماسك على وشه، عمالين نقول احسن لاعب وصغير في السن، وعند ال 100 مليون تقريبا، بتاعت ال 100 مليون يورو، ال 100 مليون يورو هم بعد الكره دي ما اعتقدش ال 100 مليون يخس 20 30 هم كده. تاثروا بدنيا، ان هم لعبوا ماتشين ورا بعض 120 دقيقه، موضوع صعب برضه ما استحملوش. طبعا والنهارده بصراحه الارجنتين فعلا بهذا الزخم الجماهيري الموجود قدروا ان هم يتفوقوا ويوصلوا للفاينل.